السي خالد السي عزيز وجميع الطاقم ديالنا والمجهودات اللي داروا معنا ولنا جميع المتلبيات اللي كنحتاجوهم وكل شيء ما مخلينا من حتى حاجه. خصنا ما نخيبوش لهم الامل ديالهم ونديروا داكشي اللي علينا ويكون خير ان شاء الله. في هاد البرايم انا الاول في السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كرومي خالد من شباب مراكش من الدراجة نائب الرئيس. الحمد لله تنطفو على فئات جميع الفئات الصغرى والكبرى والحمد لله غادي نفعل المسيره موفقه ونتمنوا الوليدات ديال جميع الدراجين المغاربه نتمنوا لهم مسيره موفقه لجميع الابطال ديالنا. الحمد لله كما تشوفوا عندنا الكرومي ايوب احتل المرتبه الاولى فئه البراعم عندنا البطل ديالنا اللي حكي المرتبه الثالثه فئه الكادي وعندنا اللي الفئه ديال الجنيور الحمد لله توفقنا وربحنا البارح المرتبه الاولى فئه الجنيور الحكشي سي محمد واليوم المدار المغلق الحمد لله فزنا فيه حتى هو بالفئه ديال الجنيور درنا المرتبه الاولى الحكشي سي محمد. تتمنوا لهم مسيرة موفقة وتتمنوا لجميع الأبطال مسيرة موفقة والله يحفظكم لنا أنتم كصحفيين الحمد لله تتبعونا وتتناضلوا معنا ونتمنوا لكم الخير ومسيرة موفقة. وشكرا. اسم سعد الحوزي كنتمي لنادي شباب الحملة للدراجات ونشكر الفريق ديالي اللي جاب السباق هذا لليوسفية بعد توقف كبير بسبب مرض كوفيد 19. كنشكر الاصدقاء ديالي والجميع والعائله ديالي اللي وفرت لي شحال من حاجه باش نشارك في السباق. عبد الرزاق مخلص رئيس الجمعيه الرياضيه نادي شباب الحملة للدراجات. اولا تنشكروا المنبر الاعلامي ديالكم اللي شرفنا اليوم بهذا الاستجواب. واليوم حنا شاركنا يوم امس 3 يوليوز في السباق ديال العصبة ديال جهة مراكش الأسفي على الطريق الرابطة ما بين مدينة شيشاوة واليوسفية على مسافة 86 كيلومتر اللي احتلوا فيها العناصر ديال الفريق ديالنا المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة على التوالي والحمد لله والشكر لله. واليوم في 4 يوليوز تنشاركوا في سباق آخر في سباق مدار مغلق مدينة اليوسفية هذه المدينة الرياضية اللي تستحق انها يكون عندها فريق في هاد الرياضه ديال سباق الدراجات. وكما لا يخفى عليكم هاد السباقات تيجي بعد التوقف الكبير اللي شهدته جميع الرياضات ومن ضمنها رياضه سباق الدراجات بسبب الوباء ديال كوفيد 19. لليوم الحمد لله والشكر لله ظل السياسه الرشيده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في احتواء هذا الوباء والاجراءات الوقائيه اللي قاموا بها فيما يخص التلقيح والتباعد. اليوم هي حققت النتائج ديالها وحنا اليوم بصدد تنشاركوا في هذه التظاهره الرياضيه القيمه